خلينا الآن ننتقل إلى تقسيم الشاشة الخاصة في الابليكيشن. طبعا عملية التقسيم هي تعتبر ركن الأساسي من التصميم، أنت لابد أنه تقسم صحيح حتى تقوم بوضع الأدوات في المكان الصحيح. لكن هنا احنا بما أنه هي أصلا الويندو نو ريسايز، يعني غير قابلة للتكبير والتصغير، بالتالي يمكن أنه تستخدم أصلا فقط نظام الجريد وتقوم بوضع الأدوات يدويا يعني من خلال الديزاين. لكن احنا راح يعني نفضل انه نقوم بعملية تصميم حتى نتطرق الى كيفية التصميم ونطبق على الحاويات السابقة اللي احنا اخذناها. خلينا افصل عملية التصميم بهذا الشكل ونقل لهنا fit to all، ثم بعد ذلك داخل البوردر راح اقوم بوضع ايش؟ بوضع جريد. هذه الجريد راح ابدأ اقسمها الى قسمين، القسم العلوي الخاص في الليبل تو ليبل، الليبل الخاص في النتيجة ريزولت، والليبل التفاعلي الخاص في عملية الحساب. فخليني اذهب هنا الى ركن وابدي بوضع في الاسفل تماما، هنا ابدي بوضع يعني رو صفين، الصف الاول 41 ستار. ستار معناه انه هنا يعني متمثلة على شكل 41 ستار، فراح يعتمد على عملية التصميم. طبعا هنا راح اغيره الى 70، يعتمد على كم المحتوى اللي موجود داخل الرو. في الاعلى راح اقوم بوضع لاي اوت، او اقوم بوضع حاوية تمكنني من عملية يعني وضع الادوات بالجزء اللي انا اريده. ايش احتاج؟ مثلا احتاج الى ليبلين مثل ما شفنا، واحتاج ايمن، احتاج الى زر مثل خاص في عملية الاغلاق، ازرار اخرى وهكذا. افضل حاوية يمكن استخدمها هي كنافذ. هذه الحاوية اعطيها جريد دوت را، اعطيه صفر، ثم بعد ذلك ابدي بغلق هذه الحاوية. اوكي، الان الجزء الاسفل اقوم بوضع جريد اخرى، ايضا اعطيها في الرو جريد رو، اعطيها بمقدار واحد حتى تصبح لي للاسفل هذه الجريد. الان هذه الجريد راح اقوم بعمل تقسيمها الى اربعة صفوف وخمسة صفوف واربعة اعمدة. اذا ايش راح اقول له؟ راح اقول له هنا عندي جريد دوت كولم ديفينيشن، ثم بعد ذلك داخل عندي كولم ديفينيشن راح اعطيه مقدار الويث. طبعا الكولم تعطيه ويث، الرو تعطيه هايت. اعطيه بالستارت، بالستارت طبعا بما انه هو اصلا عندنا الويث الخاص في الويندو هي 300 تقسيمها على 4 تقريبا يطلع لك بال 75، راح اعطيه 75 ستارت. تمام، اوكي. ثم بعد ذلك ابدي بنسخه ثلاث مرات حتى تصبح عندي اربعه كولمات، اوكي، مثل ما تلاحظ اربعه كولمات. الان بعد ذلك ابدي بتعريف جريد دوت راو دوت راو ديفينيشن، ثم بعد ذلك داخلها ابدي بتعريف الراو الديفينيشن واعطيه مقدار الهيت ليكن عندنا بمقدار كم؟ بمقدار 50 ستارت. تمام، نعم، ليكن بمقدار 50 ستارت. ثم بعد ذلك ابدي باخذ كوبي، اضع بيست لمده لخمسه مرات. هذا عندنا 1 2 3 4، مع الاولى يصبح عندك 5. تمام، الان تلاحظ عندنا خمسة صفوف وأربعة أعمدة، خمسة صفوف وأربعة أعمدة. طبعا نحتاج إلى مثلا إلى هنا في يعني داخل الرو مالتنا، داخل هذه الكنافي إيش تحتاج تقوم بوضع؟ مثلا قوم بوضع ريكتانجولر، أوكي، مقدار الهيت مالته هو مقداره 1، أوكي. ثم بعد ذلك عدي الفيرتيكال ألايمنت، الفيرتيكال الاينمنت تو بوتوم، اوكي. ثم بعد ذلك ابدي بعمليه الاغلاق. الان ايش اصبح عندك؟ هذا الريكتانجولر هو في الاعلى، او نقدر نستغنى عنه طبعا تماما. بعد ذلك احنا نقوم بعمليه تقرير اذا نقوم بوضع حاجز للاسفل يحجز لنا هذا الجزء عن هذا الجزء. المهم الان اصبح عندنا هنا نقوم بوضع الازرار مالتنا، هنا في الاعلى نقوم بتصميم الليبل.